إذا مشيت مسافة أبعد على طول الطريق الجبلي القديم، يمكنك رؤية الدرج. عندما تصعد تلك السلالم، يمكنك الوصول إلى مكان يتمتع بإطلالة جيدة. إنه مكان يتمتع بإطلالة جيدة على الجبال والبحيرات. هناك شعار الخط الكوري ويخلق منطقة صور رائعة. هذا الخط الكوري هو أحد أشكال الخط المستخدم في كوريا، وهو يرمز إلى كوريا. إذا التقطت صورة هنا، يمكنك الاحتفاظ بذكريات هذا المكان، طريق سان ماك إي القديم في جويسان، كوريا. وفي هذا المكان أيضاً، والتقط صوراً للذكريات تركهم وراءهم. هنا، يمكنك التقاط صور رائعة. على طريق سان ماك إي القديم، يبدو أن هذا المكان يتمتع بأفضل منظر. ما يميز طريق سان ماك إي القديم هو أنه لا يوجد تقريباً الهياكل الاصطناعية. طريق سان ماك إي القديم يظهر لنا المناظر الطبيعية ويعطينا انطباعاً عميقاً. من الصعب جداً العثور عليه راحة وروعة مدينة الملاهي نحن نشهد في مناطق الجذب السياحي الشهيرة. أثناء المشي على طول طريق سان ماك إي القديم يمكننا الاستمتاع بما يكفي من الوقت للتفكير عن ذكريات الماضي وخيال المستقبل. مسارات المشي التي ليس من السهل المشي عليها وبحيرة واسعة على الجانبين يجعلك تشعر بالهدوء والسكينة. ما يميز طريق سان ماك إي القديم هو أنه لا يوجد تقريباً الهياكل الاصطناعية. طريق سان ماك إي القديم يظهر لنا المناظر الطبيعية ويعطينا انطباعاً عميقاً. من الصعب جداً العثور عليه راحة وروعة مدينة الملاهي نحن نشهد في مناطق الجذب السياحي الشهيرة. أثناء المشي على طول طريق سان ماك إي القديم يمكننا الاستمتاع بما يكفي من الوقت للتفكير عن ذكريات الماضي وخيال المستقبل. جمال الجبال والمياه والغابات على طول المسار الجبلي القديم هو المكان الذي يمكن اعتباره أبرز ما في غوزان. سد غوسان، الذي تم الانتهاء منه لأول مرة في أوائل عام 1957 باستخدام التكنولوجيا الكورية البحتة، هو رمزي لقد أصبح مصدر فخر للمنطقة. وتعتبر المنطقة المحيطة بالسد أكثر قيمة لأنه يحافظ على النظام البيئي الطبيعي غير المتضرر. مسارات المشي التي ليس من السهل المشي عليها وبحيرة واسعة على الجانبين يجعلك تشعر بالهدوء والسكينة.